أستاذنا، السؤال يتبادر إلى الذهن في الديمقراطية. الديمقراطية هل بالضرورة أن نأخذها بحذافيرها بجميع مضامينها، أم نحن كدول إسلامية نأخذ الديمقراطية ولو نحذف بعض مضامينها على ما يوافق إسلامنا وديننا؟ الديمقراطية إما كفلسفة، والديمقراطية كأسلوب استراتيجي لإدارة الدولة والمجتمع. الديمقراطية التي سنأخذ هي آلية وليست فلسفة، من آلية لتنظيم السلطات، فصل السلطات، آلية للانتخاب، آلية الحاكم، آليات للرقابة، للشفافية، هي آلية السلمي. نعم، هي آلية ولكن استراتيجية، ليست آلة مرحلية سنمر، بمعنى أنها أداة ولكن وسيلة، ولكن وسيلة استراتيجية ليست وسيلة مرحلية، أي بمعنى ستستمر معنا. لماذا دكتور يعني ضبطتموها بأن استراتيجية؟ لعل العقل البشري يطور آليات أحدث منها، متطورة أكثر منها، هذا يعني لماذا نسد الأفق؟ الآن لا أفق إلا الديمقراطية. لا وجود الآن في التصور البشري لآلية جديدة لإدارة الحكم بشكل أكثر عدالة وأكثر شفافية وأكثر ديمقراطية إلى الآن. بمعنى أسمى ما أنتجته البشرية هي الديمقراطية آلة كآلة، ولكن عندهم حتى الديمقراطية كفلسفة، لكن نحن نختلف في الفلسفة. فديمقراطيتنا نحن لها مرجعية برانية، أي جاءت من خارج البشر اللي هي الوحي، في حين أن الأساس الفلسفي والقيمي للديمقراطية الغربية جواني أنتجه البشر، وهذا فرق. وبالتالي نحن نقول، هم يقولون السلطة لي والسيادة للأمة، نحن نقول السلطة للأمة والسيادة للشريعة، وهذا فرق نوعي وعميق. طبعا الآلية ستظل آلية الدولة المدنية. نعم، نحن نتشارك معهم أننا نريد الدولة المدنية، لأن الدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية لا تختلف عن الدولة المدنية بالمرجعية الدينية إلا في المرجعية، لكن في الآلية بأكملها، فصل السلطات والتعددية والقانون الانتخابي والمبدأ الشفافية والمراقبة، كل هذه مبادئ وآليات نتفق معهم بها، ولهذا الفرق فقط في هذه النقطة. لكن هل نحن نريد الآن الدولة بمرجعية إسلامية الآن مباشرة، أم أنها مرحلة آتية؟ أنا أقدر بأن المرحلة التاريخية اليوم بناء الدولة الديمقراطية المدنية فقط، لا يهمني أي مرجعية ستأخذ. طبعا بالتأكيد أوتوماتيكيا ستأخذ المرجعية الإسلامية، لكن الآن أريد أن أوسع الحلف لنجاح المشروع الديمقراطي، لأن قلت إسلامية سوف تبعد نصف المجتمع في النخبة اللي هم العلمانيون، في حين أننا نحن في حاجة إلى العلمانيين الديمقراطيين. لماذا؟ لأنهم حلف لمواجهة حلف أكبر من الخارج ومن الداخل، وبالتالي يجب أن نقلص الخلافات بيننا وبين التيارات الأخرى كلها. لنقلصها، لنقول بالدولة المدنية الديمقراطية فقط كمرحلة تاريخية بأكملها. هل ستنتهي بالدولة المدنية بالمرجعية الإسلامية؟ بالتأكيد أنا أؤمن بأنها ستنتهي، لكن لا نقولها الآن، نبعد هذا الشعار نهائيا لكي نوسع الحلف المناصر للربيع الديمقراطي.